هو المسألة ديال الاتهامات اللي خرجات، واش فعلا كانت شي حاجة من هادشي؟ شركة هادشي كلشي. شوف شوف 250 شوف اسي بالعود، الله يخليك. تفضل. هادشي اللي كيحصل الضرب والتشهير في الاشخاص والمسائل، حنا في واحد البلد اللي عندنا المساطر القانونيه ديالي الحجه على من يدعي. هاد المساله هادي انا كنبرأ من ناس يعني ديال ابراهيمي تماما، لانه انا على درايه بالملف بالملف، وعيب وعار انه يتم الاساءه لاي شخص بدون حجه. لاعب كازومبي جاب واحد الوكيل اللي هو كيمثل واحد الشركه ديال لا جيستيون كارير دي هو لاجونس مستقله، جا هو اللي قدم اللاعب للسي محمد بوضريقه، هو اللي تناقش معاه، هو اللي تفاوض معاه. فاذا بنا كنتفاجئوا بهاد الاوديوات اللي خرجوا اللي فيها واحد الكين من الاتهامات. انا كنقول الحجه على من يدعي. ما الاشياء اللي انا بس سمعتها تفاجئت، ويحز في النفس انه كان هاجموا الناس في يعني في الحياه الخاصه ديالهم بدون يشكلوا انه اللي عنده شي دليل يجبدوا يجبدوا، والا فانه تبقى كلام فارغ.